بهالفيديو راح اورجيكم جميع التسريبات والتوقعات للسيزون القادم بفورتنايت. صدقوني راح يكون من اضخم السيزون بتاريخ اللعبه. راح نشوف شيء له علاقه بمسلسل جيم اوف ثرون، ملك النار، ملك الثلج، بركان، تنانين، اسلحه سحريه ودبابات واكثر. كل هالشيء راح اشرحه بهالفيديو. طبعا ادري انه قناتي مختصه بالزومبي، بس حاليا ما في اي شيء اغطيه عن بلاك اوب زومبيز. في شيء جديد اكتشفوه راح اغطيه بفيديو بكره، بس عبين ما ينزل ماب القادم ابي انوع نوعا ما بالقناه. قناتي ما تصير قناه فورتنايت، ابي انوع بين العاب الشوتر اللي العبها. فحمل فيديو ايبكس من كم يوم وهلا فيديو فورتنايت، وراح ارجع لفيديوهات الزومبي. بس بتتركم ما ابي احلب الزومبي واسوي فيديوهات بس لاني ابي محتوى زومبي. فعبين ما ينزل ماب جديد راح انوع شوي في القناه. فيلا خلنا نبدا. قبل ابدا الفيديو في شيء جديد ابي اضيفه على القناه، اللي هو الجيف اوي الشهري. الجيف اوي الشهري هذا على سماعه استرو اي 40، سويت عليها ريفيو من فتره وبعتوا لي اياها شركه جي كي وما احتاجها لانه عندي سماعه اصلا، فراح اسوي عليها جيف اوي. السحب راح يكون الشهر القادم ان شاء الله. كل عليك تسويه لتفوت بالجيف اوي ادعم الفيديو بزر اللايك، اشترك بالقناه واترك كومنت. بالكومنت اكتب حسابك على تويتر او على انستغرام مشان لو فزت اكثر اتواصل فيه معك. وشيء بسيط، اذا اي واحد نشر الفيديو على اي جروب واتساب سوي سكرين شوت منشني على تويتر راح اسوي لك ريتويت، او تعلي على الانستغرام وراح اعمل لك ريبوست بالستوري. فيلا خلينا نبدا. اسلحه سحريه، دبابات، بركان، والحرب بين الثلج والنار، كل هالاشياء راح نشوفها بالسيزون القادم لفورتنايت. لو تتذكروا ببدايه سيزون 7 في جبال ثلجيه اجت وضربت جزء من الماب، وبالتالي جابت معها عاصفه ثلجيه. مع الايام طلعت لنا قلعة قديمة ثلجية فوق بولر بيك، وجابت معها ملك الثلج. مع الوقت ملك الثلج قام من نومه وحاول انه يوقف مدينته من الدوبان بلايف ايفنت شفناه رهيب باللعبة. مع الوقت طلع لنا عدو ملك الثلج، مع لما تلفل بالتيرات راح تشوف اخر شيء راح يطلع لك ملك النيران فعليا. وافضل مكان نطلع منه هنتات لسيزون القادم هو عن طريق الباتل باس. بسيزون 5 شفنا انه كان عندنا سبراي لقلعه، شفنا بعدها انه عندنا قلعتين فعليا، واحده بهانتد هيلز وواحده فوق بولر بيك الجديده. وغير هيك كان عندنا سبراي لمصارع وشفنا سكن مصارع، وكان عندنا قرش غريب حوالينه مثل ربطه، وهذا طلع الجلايدر تبع القرش. بهالباتل باس عندنا مثل سبراي لسلسله حديديه مكسوره، وهذا هنت على ملك النار يلي شفناه عم يطلع، واللي شفنا كمان مثل صورة إله وهو عم يطلع وكاسر السلاسل. وهين كمان شفنا سلسال، شفنا على كنزة شخصية الدارك بومر، شفنا عليها مثل ما شايفين مربوط بلاما، لاما شيطاني نوعا ما وقاعد ينفخ نار، وشفناها مرة تانية باك راوند حطوا لنا إياها بعد ما شفنا الشخصية هاي للاما. فواضح إنه هذا الحيوان هو الحيوان تبع ملك النار، نفس السلسال تبعه نفس النيران، وفي وراه بركان لو انتبهتوا. ولو بتشوفوا بالباتل باس سبراي سلسال حديد بعده على طول راح يجيك الباك جراوند او الصوره للاما الشرير يلي هربان وفي برجله سلسال. ومثل ما قلت لكم انتبهوا انه كان في وراه بركان. شو عكس العاصفه الثلجيه؟ شو عكس الثلج؟ نار، والنار بيطلع من البركان. ففعليا سيزون قادم راح يكون في بركان، واصلا بالحقيقه لما يكون عندنا بركان باي منطقه حركه اللافا او حركه النيران تحت الارض بتسبب الى زلازل وانشقاقات بالارض قبل الحمم كلها تجتمع عند الجبل. وشو عم نشوف حاليا فورتنايت؟ فعليا عندنا انشقاقات بالارض ببعض الاماكن ودليل على بدايه زلزال. والمكان المتوقع يكون فيه البركان او النار هو هالمنطقه بالخريطه، فراح يكون فعليا حرب بين جهه الثلج وجهه النار، راح يكون شيء رهيب. فمع مين انتم؟ مع تيم الثلج ولا تيم النار؟ انا صراحه مع تيم النار، شكله ارهب. طيب وشيء رهيب، لو تنتبهوا ايفنتات فورتنايت دائما مرتبطه بشيء قاعد يصير حاليا بالحياه. مثلا كاس العالم شفنا سكنات خاصه لكاس العالم، لما صار ال NFL كره اليد الامريكيه شفنا سكنات لكره اليد الامريكيه، عند نزول فيلم افنجرز شفنا شخصيه ثانوس بكبره موجود جوا اللعبه، ولما نزلت لعبه سبايرو شفنا تنين صغير جدا بيشبه تنين بلعبه سبايرو موجود على الباك باك. فاكبر مسلسل بالعالم جيم اوف ثرونز راح ينزل تقريبا بشهر 4، بدايه شهر 4، وراح يكون بوقت سيزون 8.
راح يكون الجزء الثامن من مسلسل جيم اوف ثرونز, وراح يكون سيزن 8 بفورتنايت, فنفس الاجزاء مع بعض. واللي ما تبع المسلسل ما راح احرق, بس اللي ما تبع المسلسل, المسلسل عباره عن ملك الثلج النايت كينج الشر ضد دينيريس تارجيريان اللي هي معروفة بالنيران واللي عندها تنانين, والتنانين بينفخوا نار. حتى المسلسل مبني على كتاب اسمه The Song of Ice and Fire, أغنية الجليد والنار. المسلسل كله عن حرب بين التلج الشر والنار الخير. وغير هيك عنا جلايدر بفورتنايت, لا تنين تلجي عم ينفخ نار زرقاء. اللي تابع المسلسل أظن شايف التنين قبل هالمرة. وشي كمان أكد فيه النظرية بمسلسل Game of Thrones, في عنا 3 بيضات لتنانين, ولما يتعرضوا للنار انفأسوا وطلع منهم التنانين فقط لما تعرضوا لنيران معينة. بفورتنايت الحجرة اللي كان محبوس فيها ملك النيران كان تحتها في 4 بيضات كمان, ومع الوقت لبين ما ملك النيران طلع النار تبعه وقدر انه يطلع, الأربع بيضات شو صار فيهم؟ اختفوا, معناته انه فأسوا والتنانين اللي فيهم طلعوا منها. فشو تظنوا, هل فعلا تشوفوا انه هالشي كله صار صدفة؟ انا صراحة ما اشوفه صدفة ابدا, بالذات انه نفس الوقت لو اي وقت تاني او قبل شهرين كنت راح احكي ممكن صدفة, بس صدفت معهم بنفس الوقت والاثنين الموسم الثامن, فاظن انهم قاصدينها وشي رهيب. النظرية الثانية هو فيضان المي, هالتلج كله وين هيروح؟ اكيد راح يدوب ويصير في فيضان مي, وقاعدين نشوف حاليا بالسيزن عنا بعض مناطق اللي فيها التلج شوي شوي قاعد تدوب. نفس مدينة غريس جروف المتجمدة حاليا اكيد ما راح تضل هيك, وراح يدوب التلج ويضل مكانه مي وبالتالي فيضان. تلميح على هالشي سكن الغواص اللي شايفينه اللي اضافوه جديد, وعندنا كمان سكن السمكة, فقاعدين نضيفوا شوية اشياء وسكنات الها علاقة بالسباحة والمي والفيضان, فممكن نشوف سباحة تحت المي ومعارك تحت المي. صراحة ايبك جيمز صانعين فورتنايت مجانين, واتوقع منهم اي شيء. واللعبة الباتل رويال الوحيدة حاليا اللي فيها الكلام هي بلاك اوت, فممكن يسوي هالشيء, يعني شيء ما هو مستبعد من العاب الباتل رويال. طيب, ومثل ما بتعرفوا اللعبة كتير تاخذ اشياء من طور القصة تبعها او سيف ذا وورد, يعني مثلا الهوفر بورد كان طور القصة جابوه للباتل رويال. غير هيك في الستورم كينج او ملك العواصف, بعد ما قتلنا عرفنا انه هو نفسه المكعب يلي زلونا فيه فورتنايت لفترة جدا طويلة, فحاليا في تلميح جديد كمان. من جديد ضافوا على طور سيف ذا وورد عواصف رملية مثل ما شايفينها قدامكم, فاي ضافوها من جديد, ونعرف ان سيف ذا وورد ما عدد جدا كبير بيلعبوه, فمعظم الاشياء بيضيفوها على سيف ذا وورد بيتأكدوا انها كويسة بعدين بيضيفوها على الباتل رويال. فحاليا تسريبات طالعة انه في شيء ملفات اللعبة اسمه فاير تورنيدو او عواصف النار, ولو بتشوفوا صورة لملك النار رافع ايده واضح انه قاعد يصير حوالين ايده مثل دوامات, فعادي نشوف عواصف نار موجودة جوا اللعبة. اللي يلعب كول اوف ديوتي نفس اللي بنشوفها بنيوك تاون زومبي من بعيد, بس اكيد رح يكون في دمج لاي واحد بيقرب عليها. ومن ملفات اللعبة كمان شافوا انه منطقة ويلينغ وود كلها لونها بنية وكأنه محروقة نوعا ما, فاي شكله عواصف نيران هنيك بعد البركان أدت لحريق جنبها وصار الجو كله غبرة وبني نوعا ما. وعلى سيرة النار وملك النيران وGame of Thrones والتنانين, في سكنات جديدة ضافوها من فترة والسكنات فيها تنانين, فمرة تانية تلميح انه التنانين رح تيجي. وفي هالصورة مثل ما شايفين قدامكم في صورة تنين عم ياكل ديلو, هالصورة ما اخدينها من احد رموز او احد صور الفراعنة, هاي الصورة الاصلية مثل ما شايفينها نفسها بالضبط تقريبا مغيرين فيها شوي, والصورة هاي الاصلية عن فراعنة الها انه ارتباط او مثل منافسة بين اله الشمس عند الفراعنة راع واله الشر اسايرس, فمرة تانية بلمحولنا ملك التلج الشرير ضد ملك النار. ما نعرفين الشرير منهم, بس الواضح اذا عم يمشوا على كلام جيم اوف ثرون فملك التلج هو اللي راح يكون الشرير. مصيرة الفراعنة, احد مطورين فورتنايت من فترة بعيدة حكى انه راح نشوف اهرامات باللعبة, ولحد اللحظة ما شفنا, فممكن حاليا قاعدين يلمحوا نوعا ما, بس ما اظن هالسيزن لانه هالسيزن تلج ونار جدا بعيد عن جو الاهرامات. الشيء الثالث عنا اليوم هو الدبابات. من بداية سيزن عنا هالدبابات تحت الأرض مثل ما شايفينها قدامكم, الديزاين كله موجود, ومن جديد ضافوا هالدبابة الضخمة اللي هي مدينة,
فدبابات موجودة تحت الأرض، الديزاين already جاهز عندهم، ومن جديد ضافوا هالمدينة كاملة على شكل دبابة، فأكيد ما راح يحطوا هالأشياء كلها بدون أي سبب. وآخر شيء عنا يا اليوم هو الأسلحة النارية والأسلحة التلجية. طبعا بسيف ذا وورد عنا سلاح ناري وعنا أشياء تانية لأسلحة بقوة معينة، فلنعيش فعلا جو التلج والنار والحرب بينهم لازم يكون في شيء معين بالجيم يعطينا لسلاحنا افكت نار يخلي سلاح قوي، يعني سلاح مطور او افكت التلج، وافكت النار اصلا او خاصية النار موجودة بسيف ذا وورد. فمثل تركم اول شيء اي شيء يضيفوه على سيف ذا وورد يختبروا ويشوفوا اذا كويس مشان يضيفوه بعدين على الباتل رويال، لانه اكثر من 90% من لاعبين لعبة على الباتل رويال. فايه نستنى ونشوف. فايه شباب هالفيديو اليوم اتمنى يكون عجبكم، اتمنى نهاية الفيديو لا تنسوا تنعب الفيديو بزر اللايك، تشترك بالقناة اذا ما كنت مشترك، وبس كان معكم شركيال بشركة كيش كم فيديوهات تانية ان شاء الله، مع السلامة.